من شارع شهار الليلة موجودين في عريكة الديرة، مفتتحين فرعهم في الطائف. طبعا عندهم فروع منتشرة، عندهم 7 فروع في جدة، عندهم فروع في مكة، وعندهم فروع في الدمام. الآن نبي نغطي لكم فرعهم في الطائف في شارع شهار، طبعا موجودين بجوار عنابي باشا للكباب البلدي. هنا عريكة الديرة من الداخل، طبعا عندهم قسم للعائلات جلسات محلي، وعندهم كذلك جلسات شبابية وقسم خاص له. هنا عريكة الديرة من ما شاء الله تبارك الله. هذه قائمة الطعام في عريكة الديرة، طبعا عندهم تنوع في الوجبات الإفطار والعشاء، تبي تجد ما يناسب. نبدأ بالمطبق، عندهم المطبق المالح، وعندهم المطبق الحالي، وعندهم جديدهم اللي هو كبدة بالموزريلا ما شاء الله تبارك الله. هذه بعد يتوفر عندهم كبدة، كذلك شكشوكة، وكذلك المقلقل يوفرون. بعد يتوفر جينا للمعصوب، عندهم معصوب البستاشيو، وهنا معصوب الشوكليت، وهنا جديدهم معصوب الكيتكات. جينا عند عريكة الديرة، العريكة الشهيرة، عريكة كاجو، وكذلك عريكة ملكي. عند عريكة وشغلهم لا يعلى عليه. من الأشياء اللي عجبتني عندهم عريكة كاجو صراحة، اللي مرهم يجربها على ضمانتي شيء خرافي. أيضا في عريكة الديرة تراهم زبطين بوكسات تتناسب مع احتياجاتكم، يعني العمل، المنزل، الفزعة، اللمة، كلهم زبطين لها بوكسات خاصة. البوكس اللي أمامكم هو بوكس الفزعة، في شكشوكة، في قلابة، في عريكة كاجو، وفي لبن إضافة إلى التميس. البوكسات مسوينها بهالشكل، طبعا تجيك في صندوق مثل هذا الشكل. وعندنا نبي نستعرض الآن فطور الديرة، بوكس فطور الديرة مكون من لبنة، حلاوة، جبنة، زيتون، خيار وطماطم، وكذلك البيض بإمكانك أن تستبدله بالفول ومعها عسل ولبن. هذا بوكس الديرة أو فطور الديرة. البوكسات مشروبات عند عريكة الديرة، ترى عندهم شاي عدني ممتاز جدا، كذلك شاي كرك والشاي السادة والمشروبات الغازية. مشروبات عند ختام تغطيتنا عريكة الديرة، زي ما قلنا لكم موجودين في شارع شهار، اللوكيشن بحطه لكم أسفل الشاشة. لا تنسون إنهم خياركم الأمثل للإفطار والعشاء، شغلهم لا يعلى عليه، وبإمكانكم أيضا الطلب عن طريق مناديب التوصيل، يجهزوا لكم الطلبات من خلال رقم التواصل اللي بحطه لكم.